السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الحبيب. نعم تفضل، الله يستر عليك في الدنيا والآخرة. بسم الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا أنا عندي أربعة أسئلة أقرأها على سريع إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول، حكم اشتراك الرجلين في ربع بقرة، في ربع بقرة حتى لو كان الباقي لواحد، يعني ممكن كأضحية؟ لا، الأضحية أقل شيء عن الرجل اللي بيأتي سبع بقرة، فالسبع الفردان سبعان، السبعان أكبر من الربع. أيوة.